تاني عندي 17 سنة، وانا عندي 6 سنين ابتديت السباحة. اول حاجة في نادي زهور، دخلت اول بطولة ليا في نادي الست، حققت 2 ميداليات، واحدة كرول واحدة باك، جينا اشتركت في منتخب مصر، جينا اشتركت تاني في منتخب ايطاليا في فرنسا 2016، حققت 4 ميداليات، تمام، 2 ذهب واحدة فضة واحدة برونز. انا اشهر سباح على مستوى البطولة. حققت ترتيب على مستوى العالم. كان محمد شاطر في الكلام دخل على كورة وكان بيلعب على كورة، كان جاب ميداليات في الرمح وفي الجري وفي الجملة. عمر وشهد ابتدوا كبروا زي اي اسرة، بتدخلهم مدرسة سباحة في النادي اللي انت مشترك فيه، فاللي هي المدرسة اللي هي المدرسة الصيفية اللي بتبتدي من شهر 6 أو 5. فدخلت عمر وشهد المدرسة الأكاديمية بتاعت السباحة في نادي الزهور. فمحمد عايز يلعب سباحة، نزلته معاهم في نفس المدرسة في نفس البسين في نفس مع نفس المدرب بنفس الاشتراك، كأن زيه زي أي طفل زيه. المدرب قال لي ما ينفعش، قلت له ندربه. انا كنت في الفتره دي بقى انا اللي كنت بروح التدريبات، اقعد في النادي اخد الثلاثه اقعد بيه دربه على مسؤوليتي انا، يعني هيحصل ايه معايا لا قدر الله يحصل واحد حالا اخرج خليك ورا. اتدرب بقى زي عمر بيعوم مع بعضهم في نفس المدرسه. السنه اللي بعديها نفس الكلام، ابتدى في قسم في النادي قسم احتياجات خاصه، ابتدى يخش معاهم مسابقات، ابتدى يخش معاهم جاب ميداليات، كان بينجز معاهم في التتابع. هو شاطر والله اكبر في الباك والدولفين، دي بطولة عملها في كاس في ايطاليا السنة اللي فاتت 2016، جاب فيها مركز كويس، حقق مركز كويس عالمي وجاب فيها كام ميدالية، بس عمل رقم عالمي يعني سجل رقم عالمي ليه، ودي كانت في فلورنس في ايطاليا. اشتركت 3 بطولات دولية في الغردقة في مية مفتوحة مع كابتن خالد شلبي. طبعا كابتن خالد شلبي اختارني لأهم محاولة فردية لعبور المانش، دي فكرة كابتن خالد عشان يكبرني ويكبر المستقبل بتاعي عشان أعمل حاجة لمصر وأعمل حاجة لأبويا لباني وصرف كل الناس. التمارين بصحى في اي وقت بالليل، بصحى بالليل الساعة 12 بتمرن بالليل، ومرة بتمرن على الفجر، مرة الصبح ومرة بعد الظهر. أنا بابا مع اخواتي في 4 سنين كان ببطل بيهم، كان بيأكلهم وبتشربهم وبتنطب عليهم، تمام؟ وماما معايا في 80، بابايا تعب، اخواتي تعبوا، ماما تعبت، وانا تعبت، كل عيلتي تعب. عشان ليه؟ عشان افرحهم. لو كان هنا في مصر عنده تمرينات مامته بتنزله، مامته هي اللي شاكت يعني بقى في السن في الفتره بقى من دي، كانت هي متوليه موضوع التدريبات بتاعته عشان هو عنده عمر وشهد في سن حالي جدا، يعني انا يعني هو بيقول لك 4 سنين. وتعبوا هو عشان شاهد عمر، شاهد بنت وعمر، فكانوا الاثنين في فتره حرجه سن حرج جدا. فكان انا دايما بقول ايه، الاسره عباره عن في كانوا فيهم اتوبيسين، اتوبيس بتسوق الام واتوبيس بيسوق الاب، وصاحب الاتوبيسين دول اللي بيلم الايراد مين؟ هم الاسره، هو البيت اللي بيلم الايراد. ايه الايراد؟ نجاح الثلاث ولاد. فكرت ان انا عايز اعدي المنش عشان حلمي يتحقق، وأشرف كل المصريين، وأشرف أبويا تعب معايا وأنا كنت صغير. المحاولة كانت ساعة، نزلت المحاولة ساعة 6، نزلت أعوم لغاية دوبر، تمام، رجعت تاني أنا مطلعتش على الزلط، نسيت. فكان خد إيه؟ اقرأ على الزلط، وأنا رجعت تاني وقفت على الزلط. كان معانا اوبزرفر مراقب، فايه نزلنا بدينا المحاولة والمية كانت سخنة في أول حاجة، وبعد شوية بقت ساقعة برد،
ميه كانت ساقعه قوي، اسقع من الثلاجه من الثلاجه واسقع من الثلج. تمام. عمت 7 ساعات متواصله 16 كيلو. تمام. قطعت مسافه يعني. انا اظن العم غلط، ما طلعتش خالص من المركب. تمام. مسافة اطلع المركب عايز اكمل عم غلط وصل فرنسا. ركب خد ايدي وخف عليا، كان ممكن عالي وواحد كان عالي. سلامي اهم من كل حاجة. وماما عايزين اكمل، وانا فكرت انا ما فكرت عايز اكمل عم وخف ما اوصل فرنسا عشان اسمي يخش في كتاب جينيس الكبير، انا ساكن في التاريخ. بس ان شاء الله المرة الجاية حصل للنهاية. يعني قالوا لي، انا كنت الاول قلت ايه ما هو بيعوم يعني كبير وايه، لا قدر الله لما يتعب هيشيلوه يحطوه في المركب. فجيت بعد كده وقت التدريبات عرفت ان ممكن يحصل له اي كنيزة في 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 البحر المرش اي حاجه. فطبعا هو التدخل اللي خده في خالد خد توقيت، التوقيت تروه كان توقيته سليم جدا، عشان اللي انا عرفته ان هو كان ممكن يحصل معاه اي حاجه، ان هو وصل لمرحله ان هو قعد فتره جامده جدا يصارع موجه في درجه الحراره زي ديت. فكان توقيت سليم ان هو يطلعه. وعايز اقول لمامته كانت نفسها يعدي، انا كان نفسي اعدي، بس سلامته كانت اهم. ان كانت بالنسبه لي سلامته كانت اهم جدا، وبالنسبه لاي حد بالنسبه له سلامته كانت مهمه. ما حصلش النهارده، هو بيقول لك في حاجه السنه الجايه او يعملها السنه الجايه ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. هو عيلتي يعني، هو عيلتي يعني، محمد عيلتي وعنده اصرار وعزيمه يعني، عيلتي بجد. حاسس بالنشاط بالقوه بالقوه بابايا وفي كل عيلتي. الدنيا صح، الدنيا طاقه. وحال بابايا بيقول ارفع راسي فوق صار في مصر تحتي عمان كمان بتقول لي الصحن كمان، لان بابا بالظبط كده. واخويا واختي ما تسلمش، واجه اعمل عليك ويصل للهدف بتاعك ويصل للنهايه. اي اسره ربنا رزقها بطفل زي كده او طفله ما يقولش احطه كده بركه وحط في البلاد. معكش فلوس اشربه شاي واقف، سيبك من الادويه ونسكافيه. معكش فلوس تجيب تخاطب، هي اي ام واي اب مش بيقعد يقول له ونتكلم وشامل، كلمه وقعد لغيه وخليه يتكلم. معكش فلوس تودي علاج طبيعي، اعرف شويه سويدي. ايه السويدي اللي انت عايزه؟ شويه ضغط وفراش القطنيه والرجل. السويدي اللي بتعمل دي ده كده هتطلع بابنك شويه، هتعرف تطلع بابنك، بس يكون عندك صبر. فانت درس ساعه ولا ساعتين، طب بقيت اليوم احنا جينا بقى في الاخر هي في فرط العمر بقى لما كبر في سنهم. فكان بقى الولاد يعني انا جبت ولادي عمر وشهد. قلت لهم في حديث بيقول لك الكبير الغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. فانا ده اخوك كان معرض اي حد فيه يبقى زي، فلازم نعمل ونعمل وزي. هم متعاونين جدا، ولاد حلال متربيين، عرفوا ازاي يقفوا مع اخوه، ازاي يقفوا في ظهر اخوه، واقفين مع بعض. كل واحد لو حد ضايقنا احنا بنتصرف معاه على طول. بتعمل ايه وقت الفرح؟ بنقعد كده بنقرا بنكتب بنلعب مع بعض وبنهزم مع بعض وبندلع بعض يعني. اخوهم كبير اظن هما الاثنين يسمعوا كلامي، يقولوا كل اسرارهم، رايحين فين، خارجين فين، بيروحوا فين كده يعني. بتخرج معاهم بقى بتروحوا فين؟ نروح في اي حته. عموما انا حريف قوي، حريف قوي في السواقه. شكله احسن مني. احسن من امتى؟ انا احسن من سعد واحسن من عمر في السواقه. طبعا انا عارف هو بيضحك عليا، بس بابا خد بيه قوي، انا بسوق كويس. اخواته كمان بيحفزوه جامد وبيدوه بوش كويس قوي. وهو بطبيعته هو الكبير، وهو الكبير عليهم فعلا زي اي اسره مصريه. تلك الاخ الكبير بترجع له بتكلمه في حاجه، حتى يقولوا كبير لو في غلط ارجعوا لي، لو في حاجه انا غلط عملها غلط ترجعوا لي. وهو بيخاف بصراحه، هو بيخاف يغلط يعني، يخاف يعمل حاجه غلط يترعب.
ان انت تعلمي عليه او تقول انت غلطت. يعني ما بيحبش الكلمه دي. انا لازم دلوقتي اوصل للسيسي عشان يكرمني. نفسي اشوفه واسلم عليه. اشرف بابايا يعني تعب معايا واشرف كل عيلتي تعبوا معايا. ولما تقابله هتقول له ايه او انت هتعمل ايه لما اول ما قابله اقول لك ازيك يا رئيسنا يا حبيبنا ربنا يوفقك وشكرك وان شاء الله تحقق الهدف بتاعك.